خلينا نروح مع حضراتكم لبشرة خير. الحقيقة في بشرة خير السنة دي بسبب ارتفاع متوسط انتاجية فدان القطن اللي زادت من 9 لـ10 قناطير. حاليا بيتم تسويق محصول القطن للمزارعين بأسعار تزيد عن 5500 جنيه للإنطار الواحد. دلوقتي احنا معانا على التليفون الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن عشان تعرف منه على كافة التفاصيل. يا دكتور صباح الخير. سعيد لي استاذ جمانة، صباح الخير لحضراتكم ولجميع الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. يا اهلا بيك. في البدايه احنا عايزين نعرف ايه السبب اللي خلانا نزود الانتاجيه من الفدان الواحد. اول حاجه حضرتك، اول حاجه هي لها مجموعه من الاسباب. اهم حاجه الاصناف دفع وزاره الزراعه ومعهد بحوث القطن بمجموعه جديده من الاصناف مرتفعه الانتاجيه ذات اعلى قدره انتاجيه من وحده المساحه. بالإضافة لكده التوصيات الفنية الخاصة بهذه الأصناف واللي بينزل باحثين معهد القطن مع الإرشاد الزراعي مع المزارعين في المحافظات لعمل حقول إرشادية يتعلم منها المزارع جميع التوصيات الفنية المثلى الخاصة بكل صنف، لأن كل صنف بيختلف عن التاني. الحاجة المهمة جدا السنة دي واللي كانت ملاحظة هي رغبة المزارعين في انه يقوم بعمل التوصيات الفنية كما هي موجودة مع شكارة البذرة اللي بيستلمها في اول السنة، وبيسأل في كل حاجة، وبيسأل حتى في موجات الحرارة العالية اللي كانت موجودة خلال الفترة اللي فاتت. كانت تليفونات المزارعين ما بتستناش عشان يسأل ايه اللي اقدر ارشه، ازاي اتعامل مع النباتات في ظروف الحرارة العالية والتغيرات المناخية، طب انا ارش بوتاسيوم امتى، طيب البرنامج المكافحه اللي بتقر وزاره الزراعه ايه، طب الرش الوقائي اعمله ازاي. صنف ممتاز مع توصيات فنيه جيده مع جهاز ارشادي وجهاز بحث بالاضافه لمزارع نبيل وبيتلقى التوصيات الفنيه ويقوم باجراء كافه التوصيات الفنيه للمحصول، دي كلها معادله بتدي قدره انتاجيه عاليه واعلى انتاجيه من وحده المساحه. طيب يا فندم، يعني حابين برضو نعرف من حضرتك السعر اللي تم تحديده حتى الآن بالنسبة للمزارعين وصل لكام، وهل السعر ده مرضي للمزارعين بشكل عام ولا لأ؟ هو حضرتك يا فندم احنا كنا بقالنا فتره كبيره كانت الرغبه الملحه للمزارعين ولجميع الناس اللي شغاله في القطن ومنتجي القطن هي ان الحكومه تقر سعر ضمان لمحصول القطن، وده اللي اقرته الحكومه السنه دي بعمل سعر ضمان لسعر الانطار للوجه البحري 5500 جنيه وسعر الانطار للوجه الابلي 4500 جنيه. ده بنقول عليه سعر استرشادي او سعر ضمان او حد الامان للمزارع. لو القطن سعره نزل في السوق عن هذا السعر فالحكومه هتشتري من المزارع القطن بهذا السعر. لكن اللي احنا شفناه خلال الايام اللي فاتت، اولا ما عندناش سوق متعطش للقطن عالميا للقطن المصري ولجوده القطن المصري، غزالين بيتهافتوا على شراء الاقطان المصريه اللي جودتها العاليه وصفاتها الاقتصاديه الممتازه وانها بتنتج افضل خيوط غزل رفيع في العالم. الحاجه الثانيه عدم وجود فضله في المغازل وعدم وجود فضله في المحالج عندنا السنه دي مع وفره في المحصول، ده ادى الى ان بدايه الجني عند المزارعين في بني سويف وفي الفيوم وبعرض المحصول الاسعار زادت عن سعر الضمان اللي حطته الحكومه. طب ولما السعر يزيد يا فندم 1500 جنيه حتى الان، ولما السعر يزيد يا حضرتك قلت في حاله ان السعر نزل، سعر السوق نزل، ده السعر الاسترشادي، بس في حاله ان السعر زاد؟ لا، في حالة ان السعر زاد يا فندم الحكومة عاملة منظومة اسمها منظومة التسويق الجديدة، هي الغرض منها الاساسي هي الدمج ما بين نظام التسويق التعاوني القديم ونظام التسويق الحر اللي كان موجود من سنة 94 لغاية سنة 2019. الغرض الاساسي منه عمل مزايدات علنية على الاقطان اللي موجودة بتاعة المزارعين بشفافية علنية، وبيدخل الشركات تجارة الاقطان اللي بتشتروا القطن في هذه المزايدة وبيتحط سعر اساس، بيبقى سعر الاساس هو عباره عن اندكس ايه اللي هي سعر الاقطان العالميه مضاف اليه 20% الاقطان الابلي، يبقى فرق جوده نتيجه للجوده العاليه للقطن المصري، بإضافة اليه 40% للوجه البحري بتبقى برضه فروق جوده. بيتعمل سعر فتح للمزاد وبيتم المزايده على القطن، وبيبيع المزارع لاعلى سعر قطن في المزاد بيصل اليه. ده حطته الحكومه حضرتك واتحطت منظومه التسويق الجديده لهدف واحد، هو ربط اسعار القطن داخليا باسعار القطن خارجيا وزياده وبيع القطن للمزارع باعلى سعر ممكن لزياده ربحيه المزارع. فانا
بتقولي 4500 و5500، المزاد لما هيبدا حضرتك هيتحط عليه ممكن سعر مزاد اعلى من كده، واعلى سعر بيصل اليه القطن بيبيع المزارع لاعلى سعر. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن، بنشكر حضرتك يا فندم جزيل الشكر على كل هذه الايضاحات.